السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء. إذا اليوم لدينا حصة القرآن الكريم سورة العصر، إذا سوف أسمعكم سورة العصر، استمعوا جيدا وتابعوا معي في الكتاب المدرسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سأعيد القراءة مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن أعزائي التلاميذ، سوف أشرح لكم سورة العصر. إذن قال الله سبحانه وتعالى والعصر، إذن ما معنى العصر؟ العصر هو الوقت، والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني الإنسان في خسران، مفهوم؟ إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مفهوم؟ يعني الأشخاص، أو إلا الذين قاموا بأعمال صالحة، بمعنى أدوا الطاعات وتركوا المحرمات وقاموا بما كل أو قاموا بكل ما يرضي الله وتركوا كل ما يكرهه الله، يعني اجتنبوا المعاصي وأعملوا بالمعروف وتواصوا بالصبر، وصبروا على كل يعني المصائب وأذى وكل شيء في هذه الدنيا. إذن الآن سأنتقل إلى شرح أو سننجز التمارين جماعة، إذن تابعوا معي في السبورة. السؤال الأول، أربطوا كل جملة بالمعنى المناسب لها. إذن وتواصوا بالحق، إذن ما معنى وتواصوا بالحق؟ هل أدوا الطاعات وتركوا المحرمات؟ أم انشغلوا بملذات الدنيا؟ أم صبروا على المصائب والأذى؟ نعم أحسنتم. إذن الجواب الصحيح هو أدوا الطاعات وتركوا المحرمات وتواصوا بالصبر. إذن ما معنى وتواصوا بالصبر؟ هل انشغلوا بملذات الدنيا أم صبروا على المصائب والأذى؟ نعم جيد أحسنتم. الجواب الصحيح هو صبروا على المصائب والأذى. أحيطوا بدائرة الجواب الصحيح. من هم الذين لم يحكم الله عليهم بالخسران؟ إذن من هم هؤلاء الذين قال فيهم الله عز وجل أنهم ليسوا بالخاسرين، يعني لم يحكم عليهم بالخسران؟ هل الذين يكفرون بنعم الله تعالى، أم الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أم الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ إذن الجواب الصحيح سأحيط به. إذن ما هو الجواب الصحيح؟ جيد أحسنتم. إذن الجواب الصحيح هو الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأيضا ماذا أيضا؟ نعم جيد أحسنتم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. جيد. السؤال الأخير، ألون بطاقة الكلمات التي تدل على العمل الصالح. لدي الصلاة، الصدقة، الكذب، الصيام، الصدق. إذن ما هي البطاقات التي سأقوم بتلوينها؟ جيد أحسنتم. الصلاة، إذن الصلاة أنا وضعت هنا العلامة، أنتم في المنزل قوموا بالتلوين. ماذا أيضا؟ نعم أيضا الصدقة. جيد. ماذا أيضا؟ هل الكذب؟
هل الكذب من الأعمال الصالحة؟ نعم أحسنتم، لا ليس من الأعمال الصالحة. ماذا أيضا؟ نعم هناك أيضا الصيام. ماذا أيضا؟ جيد، وأيضا الصدق. إذن جميع البطاقات صحيحة أو بها أو تدل على العمل الصالح باستثناء هذه البطاقة الكذب. جيد أحسنتم، إذن هذه البطاقة سأقوم بتشطيب عليها. نعم إذن لا تقوم بتلوينها في المنزل. جيد إذن ما عليكم أعزائي التلاميذ هو أن تقرأوا هذه التمارين جيدا وتنجزوها في المنزل قبل يعني مشاهدة التصحيح، وأيضا أريد منكم أن تقوموا بحفظ سورة العصر جيدا. مفهوم؟ إلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.